بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. نترحم على أرواح شهدائنا وأبناء مدينة البيضاء وأسد الشهداء محمد بخفير. يا مدينتنا وأهلنا وقبائلنا وثوارنا وأهالي شهدائنا وجرحانا، نحن أبناءكم في مدينة البيضاء، لم ندخل أو نتدخل في أي صراع أو اختلاف سياسي، بل قاتلنا ضد الإرهاب ولا زلنا ضد الإرهاب، ونحن مع العدالة ومشاركة الجميع بدون استثناء. ولكن الآن وجب علينا التدخل بقوة دفاعا عن دماء أبنائنا وعن أنفسنا وكرامتنا. لذلك نقول لا لعودة سيف الإسلام القذافي من أجل التضحيات ودماء أبنائنا ورجال مدينتنا، لا لعودة المجرمين والقتلة والدكتاتورية والأزلام والأخوان. ونحذر كل من يستخف بدماء أبنائنا وجرحانا ومفقودينا وأهاليهم وأسرهم، أرواحنا فداء لهم. لذلك نحن نرفض ونقاتل من أجل مبادئنا، ونحن موجودين ضد عودة من قتل أبناؤنا من النظام السابق. ويوم الجمعة القادم سوف يكون تصحيح مسار ثورة 17 فبراير ضد الإرهاب والتيارات والظلم والدكتاتورية، وبقوة وندعم انتخابات البلديات وانتخابات البرلمان. أما انتخابات رئيس بدون دستور يضمن حقوق الجميع، مرفوض. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. المجد والخلود لشهداء الأبرار، ولنا لله ثم للوطن البيضاء. يوم ذكرى الشهيد محمد بخفير 15/11/2021. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.